الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقتنا. وطبعا قبل ما نبدأ اسمحوا لي أبارك طبعا للنادي الأهلي إن هو اتهيأ للصف النصف النهائي دوري أبطال أفريقيا. طبعا كل التوفيق وكل النجاح يا رب لنادي الأهلي في مبارياته القادمة بإذن الله. ألف مليون مبروك ليكو. طبعا كانت فرحة كبيرة أنا عارفة. النهاردة هنشوف مهارات جديدة وهنعمل مواد ووصفات جديدة إن شاء الله. أتمنى تنول إعجاب حضراتكم. كل سنة وحضراتكم طيبين، واسمحوا لنا في البداية تبقى التهنئة مضاعفة، يعني تهنئة لينا بقدوم عيد الفطر المبارك، وتهنئة لإخواتنا المسيحيين والأقباط بعيدهم. كل سنة وحضراتكم طيبين وربنا يجعله عيد سعيد على حضراتكم بإذن الله. طبعا هنبدأ النهاردة في حلقة مميزة لأنواع كتير من الكحك. هنرضي وهنقدم لكل الأصدقاء اللي حابين يشوفوا أنواع يعني بيعتمدوا عليها أو بيحبوها بيفضلوها. هنعمل ثلاث أنواع من الكحك النهاردة. هنعمل الكحك القديم بتاع جدتي اللي بالسمن والخميرة والسمن المقدوح، وهحكي عن حاجة مهمة قوي فيه. وهنعمل الكحك على البارد بالبيكنج باودر لمحبي الكحك البارد، وهنتكلم كمان عن الكحك اللي بالزبادي علشان ليه محبيه برضو. خلينا نبدأ ونقول يلا انطلقت صفارة الحكم تعلن عن ابتداء الشوط الأول. يلا بينا نقول ما قدرنا. عندي أول حاجة هتكلم عنها ريحة الكحك، هي إيه مكوناتها؟ يلا بينا. عندي لريحة الكحك وهنحكي عن كل مكون منهم. خلوا بالكم أول مكون ده مش موجود كتير ومش كل الناس تعرفه، حتى عطارين ما يعرفوهوش، هي الكافورة. هي 25 جرام من الكافورة، وهوريكم شكلها دلوقتي. بتدي ريحة وطعم لريحة الكحك رائعة. طبعا دي من الحاجات القديمة قوي. طيب 50 جرام من القرفة، 30 جرام من الحبهان، 50 جرام من القرنفل، 25 جرام من زر الورد، 30 جرام من ورق اللورة، 30 جرام من الكبابة الصيني، 20 جرام من المحلب، رشة من جوزة الطيب. دي مكونات ريحة الكحك. تعالوا كده، أنا بس ههدي هنا عشان أنا بدفي السم. طبعا هنحكي عنه. تعالوا نشوف كده المكونات. ده المحلب، ده المحلب. خليني بس ألبس كده جلافز مع حضراتكم بقى. المحلب ده في ناس كتير قوي بتفضله على الكحك، وهنتكلم عن السؤال ده. هل المحلب كافي أستخدمه في الكحك لو مش عايز أستخدم ريحة الكحك؟ أقدر. في ناس كتير بتستخدمه في المعمول بطريقة مثلا هم حابينه أكتر من ريحة الكحك، مفيش مشكلة، بس ده بيبقى المعمول. طيب خليني بقى أخد كده هنا، ده المحلب خلاص بيبقى فيه صحيح كده، ودي طبعا جوزة الطيب. دي الكافورة اللي بقول لحضراتكم عليها، شايفين شكلها عامل ازاي؟ دي الكافورة، دي الكافورة. طيب هنا ده القرنفل وده الحبهان، ودي الكبابة الصيني، ده شكلها. الناس اللي مش بتحب تتعامل مع جوزة الطيب وتقول مثلا انا مش بحبها، البديل بتاعها كبابة صيني. طيب عندي قرفة وعندي زر الورد اهو، وادي ورق اللور. دي مكوناتها. انا بطحنها، لازم طحانة بتاعة بن، ما ينفعش طحان مش قوي عشان ما يبص. لو الطحان ضعيف بلاش، لان احنا بصوا هنكسر كده خشب وهنحط مع بعض علشان نبدأ نكسرهم كده ونحط الحاجات دي تطحن مع بعض عشان بنسب زي ما حضراتكم شايفين. طبعا تقل او تزيد، في ناس بتعملها بنسب متساوية وفي ناس بتعمل الفروق دي. هي الفروق دي لان في أطعمة بتطغى زي القرنفل، ما ينفعش احطه نفس القيمة بتاعت او نفس الجرام بتاع مثلا الورق اللورة او المحلب، كمان قوي ما اقدرش ازود منه كتير. فاهمين قصدي ازاي؟ فعشان كده احنا بنعمل نسبة وتناسب. اصلا المقادير اللي نزلتها عند حضراتكم دي احد العطارين، احنا بنعملها كده بيور في البيت، يعني بناخد منها على الدقيق بتاعنا على طول، عشان كده ما ينفعش نكتر منها، ما بيبقاش معلقة كبيرة، بتبقى معلقة صغيرة اذا احنا عاملينها بيور كده. طب لو احنا جايبينها من بره، بصوا لونها بيبقى فاتح ازاي؟ اللي لونها فاتح دي، معلش انا برضو هقول المعلومة دي، اللي لونها فاتح دي مضاف ليها دقيق خام. مضاف ليها ايه؟ دقيق خام، يعني هو بيطحن كل الكمية دي ويخلطهم على المعايير اللي اديتها لحضراتكم دي، على مثلا 3 كيلو دقيق خام، وبيباعها لانها ريحه الكحك. لكن الغامقه انا بميل للغامقه، انا بحب الغامقه الحقيقه، بستخدمها على طول وبحب اعملها في البيت وبحس انها كده ايه لسه طالعه فريش، بحتفظ باللي باقي عندي في الفريزر في كيس وتمام.